السلام عليكم أصدقاء البرية في كل مكان. في فيديو جديد على القناة، وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرفوا على طريقة تحويل صور رو إلى صور جي بي جي بأسهل طريقة. يعني البرنامج يعطيك ميزة أنه تحول صور رو إلى صور جي بي جي بدون المرور على البرامج الكبيرة مثل الفوتوشوب ولا اللايت روم وغيرها. وقبل المرور إلى شرح الفيديو، يرجى الاشتراك في القناة بالضغط هنا على الزر الأحمر وتفعيل الجرس على الكل، ونمر للشرح. كما تلاحظون هنا لدينا عدة صور، كما تلاحظون عدة صور، كما تلاحظون صيغة الملف هي سي ار تو اللي هي راو، كما تلاحظون سي ار تو اللي هي راو. كما تلاحظون يمكن فتحها ببرنامج بيكاسا كما سبق وشرحنا، ولكن لا يمكن ارسالها على معظم مواقع التواصل الاجتماعي مثل الماسنجر مثل فيسبوك، او نشرها على المواقع، لانه بعض المواقع لا تقبل هذه الصيغة فيجب تحويلها الى جي بي او جي. فنقوم بتحويلها بهذه الطريقة. اولا نذهب الى جوجل كروم، ثم نقوم بالبحث عن هذا البرنامج، والذي هو كما تلاحظون هذا البرنامج، والذي هو فري سي ار 2 تو جي بي جي كونفرتر. كما تلاحظون سأرفق لكم امر البحث في صندوق الوصف، او ارفق لكم مباشرة رابط التحميل. بعد البحث ستظهر لنا عدة نتائج في جوجل. ننزل الى الاسفل حتى نجد الموقع الرسمي. كما تلاحظون هذا هو الموقع الرسمي نقوم بالدخول اليه، وسيظهر لنا هنا كما تلاحظون سيظهر لنا هنا كانون راو ايماج كونفرتر. كما تلاحظون كانون راو ايماج كونفرتر، وتظهر لنا واجهة البرنامج هنا. كما تلاحظون برنامج صغير لا يتعدى حجمه 1 ميجا بايت. وهنا زر التحميل، نقوم بالضغط هنا على زر التحميل. انا سبق لي وقمت بتحميل البرنامج، وبعد تحميل البرنامج تقوم بتنصيبه، وفي الأخير يعطيك هذه الأيقونة. بعد التنصيب يعطيك هذه الأيقونة كما تلاحظون يعطينا هذه الأيقونة. الآن نقوم بتشغيل البرنامج بالضغط مرتين. هنا في الأسفل في هذا الخيار تختار مكان حفظ الملفات. أنا سأقوم بحفظها على نفس المجلد، وأقوم بفتح مجلد جديد كما تلاحظون، وأكتب فيه مثلا محول، محول، وأقوم بضغط على موافق. وهنا تختار الصيغة التي تريد تحويل إليها، مثلا جي بي جي او بي ام بي او بي ان جي. انا اختار جي بي جي، ومن هنا على زر اد نقوم باختيار المجلد الموجود فيه الصور. كما تلاحظون هذه هي الصور، نقوم باختيارها كلها. كما تلاحظون ظهرت هنا في الاعلى. بعد الظهور نقوم بالضغط على كونفرت، كما تلاحظون بالضغط على كونفرت. والان كما تلاحظون هذا المجلد فارغ، المجلد فارغ. بعد التحويل سنرجع إليه، سنجد أنه الصور ذهبت إلى ذلك المجلد بعد التحويل. نقوم بالضغط على كونفرت، والبرنامج لا يستغرق وقتا كثيرا. كما تلاحظون الصور تظهر هنا بعد تحويلها، هي 10 صور. الآن أعطانا أنه الصور تم تحويلها. نضغط على النافذة ونضغط على غلق البرنامج، وكما تلاحظون هذه هي الصور والصيغة جي بي جي كما تلاحظون. ونقوم بفتحها ببرنامج مستعرض الويندوز بطريقة عادية كما تلاحظون.
وكذلك في الحجم ستصبح حجمها أقل، أصبحت حجمها أقل من 1 ميجا بايت، 1 ميجا بايت، هذه 1.5 ميجا بايت، يعني حسب الألوان وحسب هذه 1.10 ميجا بايت. هكذا يمكنك تحويلها أو إرسالها إلى مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سهلة ومريحة وبصورة جماعية، يعني بمجلد كامل حتى وإذا كان فيه 100 أو 200 أو 300 صورة لا مشكلة. كان هذا الفيديو لنهار اليوم، أتمنى أن الشرح مفيد، وإذا أعجبك الشرح لا تنسى الضغط على زر إعجاب أسفل الفيديو وضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.